يسرنا أن نستقبل اليوم الإعلامي مارون تيدروس إثر رجوعه من لبنان ليخبرنا عن رحلته إلى لبنان. أستاذ مارون، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون الغربة. أهلا وسهلا فيك وأهلا من جديد بالغربة، واشتقنا. أنت معود على الغربة، معود كتير، أكلت من عمرنا كيف ما نتعود، يعني أكبرنا بالغربة، العمر نصه بالغربة بدك تقول، ولكن ما بننسى وطننا. هلا أنت راجع من لبنان، بدنا إياك تخبر هالمغتربين كيف كانت رحلتك؟ هي بس حدا يعني الرحلة بنسميها رحلة مشوار على لبنان، بس هالمرة أنا كان مشواري غير شكل. هالمرة أنا وضعت أجندة خصوصية تشوف كبار المسؤولين بلبنان وخاصة الإعلاميين للتنسيق أكثر شيء بين الإعلام الاغترابي والإعلام اللبناني على صعيد المعلومات وعلى صعيد العلاقة والترابط، وليش هالمغتربين إنه في قليل منهم اللي اخذين مثلا الفكرة الحلوة عن لبنان، والأكترية بيقولوا لبنان انتهى، يعني كل ما شافوا شيء مثلا إنه على التلفزيون هون، وهذا ما بحب اسمعه انا، انه لبنان ما بقى في لبنان، وهالكلمه ما بحبها، لبنان باقي لو كان في اغلاط سياسيه. وانت رحت لقيته انتهى؟ بالعكس، انا لقيت حالي من جديد، انا خلقت من جديد وترجعت على لبنان، برغم الفوضى استاذ شربل، برغم من الفساد، برغم من الوضع الحكومي يعني المتازم، برغم من الشغور الرئاسي، الشعب موجود هو المسؤول عن حاله. يا استاذ شربل، البلديه هونيكي عم تقوم بدور الحكومه، البلدية عم تقوم بواجباتها، المختار مثلا، يعني الشعب مش شعران بشغور رئاسي أو بحكومة أو بأي شيء، بس برضو عم يبكي وزعلان لأنه هالحكومة حكومة يعني مافيات، صارت كل 4-5 وزراء من تكتل معين سياسي بحارب التاني، من نابة تمشي الحكومة، لذلك بيدفع الثمن دائما المواطن، والمواطن ما عم توصل له حقوقه. في كتير إذا بدي أعمل لك جردة مطالب الشعب اللبناني، يعني اقلها هون نبكي قديش الشعب الاسترالي او المواطن المغترب اللبناني باستراليا حصلان على الحقوق هذه بدون ما يسال، بدون ما يطالب، اما هونيك عم يبكوا تيطالبوا باقل شيء، يعني بيستحي الواحد يحكي قديش الشعب اللبناني وخاصه الامهات عم يتعذبوا. ولكن هالبلد هذا باقي وجنه بالفعل، اللي اطلق على لبنان جنه من الارض، الله يرحمك يا استاذ وضيع الصافي، جني فعلا. بس اللي قاعد بلبنان، وانا بصر على هالكلام هذا وقلته بعده مقابلات بلبنان استاذ شربين، اللي قاعد بلبنان مش كلهم اكيد مني ما عم يعرفوا قيمه لبنان، وقت اللي بيشوفوا المغترب جاي ومحترم القانون، مثلا انه انا كنت اطلع بالسياره احط السيت بيلت، مثلا انا بدي افرق على مفرق يمين او شمال او غير خط على الطريق حط اشارتي، هني ما بعدين عند الخصم ما بيحطوا اشاره، ما بيعملوا شيء، بيعرفوك انك انت اجنبي، يعني انه ما بالرغم يعني النظام اجنبي، الفوضى اللبنانيه، النظام بس اللبناني من اصله هو فوضوي، وبعدين ما بستحي وبعترف انه انا مشيت بالفوضى، لانه ما فيك اذا ما مشيت بالفوضى بتمشي غلط، يعني نحن بنعرف انه هون هذا خط سيرك، انت بدك تمشي بين الخطين الابيض المتقطعين، هونيكي لا، بيمشوا فوق الخط الابيض، بيصير انت عندك نص الخط تبعك، بتنجبر تاخذ النص اللي حدك، يعني الاوتوستراد 4 خطوط بيعملوا 6، يعني المرايه بتدق بالمرايه، يعني بدك تتعود على هالشيء لو اسمه فوضى، وبعدين تعودت عليه. انت سرقت سياره بلبنان؟ طبعا، انا كل ما بنزل على لبنان وبقوي قلبي، وكثير بلبنان سالوني، صحيح بنتقد انا قياده السير بلبنان او الشوفيريه اللي على الطرقات، ولكن بدمك بس تنزل انت على لبنان ما بقى فيك انت، يعني الا ما بدك تعمل مثلهم، يعني بتعرف انك سوق مثلهم، يعني ما بتخاف، ما بتعمل حوادث ابدا ابدا. كل مره بنزل على لبنان، من سنتين نزلت نفس الشيء، حتى بعجقة السير بنتي معي او اللي معي ما بيصدقوا، وبطحش مثل ما بيطحشوا، لانه بعرف التريك تبع شوفيرية لبنان، اللي بيزمرك واللي ما بيزمرك واللي بيطحش عليك، اوعى بالك انك تطلع بعينيه، بس تطلع فيه بيعرف انه انت عم تتردد، بفز قدامك، انا ما بتطلع، بعمل مثلهم، طنش وبطحش، عارف كيف؟ استاذ مارون، انت اعلامي معروف، اعلامي مخضرم، عتيق بهالبلد، مين قابلت بلبنان تقريبا يعني؟ ولا على الاجنده اللي عندي، اول شيء حتى اطمن عن الوضع اللبناني،
نقيت من كل قطب سياسي شخص معين بس تأخذ رأيه وقول له أعطيني رسالة للمغتربين، لا عملت معه تحقيق ولا عملت معه أي يعني شيء يعني خاص بيلزمني بالسياسي، لأنه أنا كإعلامي بحفظ لنفسي رأيي الشخصي أو رأيي السياسي. بعتقد أول شيء وزير العدل المستقيل اللي هو كم يوم كان على التلفزيون على الام تي في الأستاذ والوزير أشرف ريفي اللي استقبلني بمكتبه وأعطاني رؤوس أقلام وكان متشجع كتير وبيعرف إنه هذه المحنة مرقت على لبنان قبل هلأ، ولكن اليوم التطورات الإقليمية هي عم تأثر على الوضع بلبنان لأنها عم تأثر على بعض الأطراف اللبنانية اللي هن تابعين لها الدول الإقليمية أو الشرق أوسطية بدون ما أسمي حدا، ووضع اللوم على كتير جهات سياسية كونه هو رجل سني فذ وكتير ذكي اتهم بهالظاهرة الجديدة يسموها ظاهرة الريفي أن شقت الصف السني، ولكن هو بيقول انه انا عم صحح المسار وانا مشكلتي مع الشخص مش مع المقام. يعني بيقصد فيها انه في كتير تغييرات اليوم على الساحة السياسية استاذ شربل، بكل قطب سياسي في انقسام، في كل طائفة انقسام، الحكومة مقسومة على حالة، الشعب مقسوم، ولكن بيجمع الشعب كله بيخليه يحترم حاله انه وقت بينزل هالفقير او هالموظف او هالعامل على الطريق بيعرف انه المقابيله كمان هو نازل لنفس السبب، بتلاقيهم هذا اللي جمع عن الفقر والحرمان والمصيبة والوجع. والاحلى من هيك كلهم متوحدين ونشكر الله، اول مرة بشوفه انا بلبنان مع انه في تاريخ كتير عانى منه الجيش اللبناني. اليوم الجيش اللبناني الجميع بده الجيش اللبناني، الجميع يقصب للجيش اللبناني. يعني لولا من وجود الجيش اللبناني أنا قلتها وبقول وبحييهم هالمؤسسة العسكرية اللي حافظت على وجود لبنان مش بس على الحدود أما بالداخل من حواجز وتفتيش وهالمخابرات الجيش وشعبة المعلومات قديش في بتعرف يعني هن المنعين هالإرهاب بلبنان يا أستاذ شربي. كل يوم نسمع أربع خمسة من شعبة المعلومات كامشين أربع خمسة مطلوبين أو مشتبه بهم، يعني كامشين البلد مزبوط مزبوط. يعني اللي لازم يساعد الجيش اللبناني هو الاعلام. لا قبلت الريف مين قبلت هسه تقريبا تنشوف؟ يعني من هالجهه هيدي انه انا اطمنت من وزير العدل وبعد منا كم يوم استقبلني الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانيه بعرينه بمعراب وصار في شوي حوار سياسي نوعا ما، ولكن الدكتور سمير جعجع ما بيحب حدا يساله سؤالات ورا بعضها، بيحب إذا بتسأله سؤال بيحب يعطيك كأنه بيقرب بعينك أنت شو بدك تسأل مرة تانية وتالتة ورابعة، بيعطيك الوضع كله سوا بيشرح لك إيه مشي ما عاد تسأل، وبياخد وقته وبس كتير كتير يعني مسهب بكلامه. وقال نفس الكلام اللي قاله وزير العدل أشرف ريفي، قال لبنان مرق بكتير محن صعبة وهيدي مرحلة واحدة منهم، هيدي المحنة حنتغلب عليها وننتصر بإذن الله. طيب غير سمير جعجع شفت حدا ولا اثنين؟ لانه كنت قديش دلت بلبنان؟ تقريبا سبع اسابيع. سبع اسابيع اكيد ما فيك تقابل كل الناس. يعني في كتير يعني قابلتهم كانت على وجه السرعه خاصه الاوضاع السياسيه، مثلا حزب الكتاب السيد سامي شميل، الشيخ سامي كان على عريس هلا عريس، يعني انا قبل ما يتجوز باسبوع تقريبا او قبل ما تنفضح العلاقه وهيك كان عنده مشكله كبيره بالمتن بقضيه النفايات، وهو الحزب الوحيد اللي عارض مشروع أكرم شهيب وإقامة المطمر أو المكبات الجديدة بالكارانتينا والكوستا برافا وبرج حمود، صار في عنده مشاكل كتيرة. وسكرتيرته الخاصة بوجه لها تحية غرازيلا خوري قالت لي إنه بيقدر يشوفك على وجه السرعة ولكن ما عم يعطي تصريح لحدا، لأنه بنفس الوقت مثل ما قال الأستاذ شربي كان عم يحضر لعرسه لل الانسي اللي صارت زوجته من طرابلس من بيت تدمري اللي انا بعرف عمها وبعرف عائلتهم، كثير ناس وطنيين كثير ناس بيحبوا لبنان والله يهنيه. بس شفته على وجه السرعه اللي طمني عنه، انا بعرفه الشيخ سامي وقت اجى على استراليا كلمه هو ذاته ولكنه مقاوم وعم يحاول يعمل مثل ما عمل، لانه شفته بالزمن او بالوقت التوقيت اللي كان فيه جناز ذكرى استشهاد الشيخ بشير جميل عمه، يعني كان الدم شوي حامي والمهرجانات قايمه كلها بكسروان وبالمتن وبكفيه
وهالذكرى هيدي الشعب اللبناني اول مره بشوفه، يعني هذا شيء حلو كتير انه الرئيس الشهيد بالاول يقولوا كان زعيم ميليشيا او كان زعيم حزب او زعيم طائفه معينه، او هالمره لبنان كله تذكروا للشيخ بشير جميل كرئيس للجمهوريه، واليوم عم يبكوا على كلامه وتصاريحه واللي وعد فيه. اليوم انا مثل ما قلت الوزير اشرف ريفي، انا بعتقد استاذ شربي للشهور الرئاسي نحن محرومين من رئيس جمهورية مزبوط، من وقت ما استشهد بشير جميل، مع احترامي لكل الرؤساء اللي اجوا بعد بشير جميل بمن فيهم الشيخ امين اخوه، انا بعتقد هدول كلهم الرؤساء كانوا دمى متحركه، ولذلك لبنان رجع لورا هالقد، كثير رجع لورا لبنان. استاذ مارون انت وطني، انا رحت على بيتك شفت علم لبناني حطه، هلا ما جبت شيء اعلام لبنانيه من لبنان؟ كتير جبت من لبنان، اهم شيء العلم اللبناني وجوده بالبيت، وانا ببيتي انا رافع العلم اللبناني، عندي صاري خصوصي لانه كوني من صاري كنت بالكشافه، وكنت احلم دائما، انا دائما النشيد الوطني كان عمري يمكن 4 سنين غنيه، ونهيك عن ذلك انه كنت بفرقه ارز لبنان الفولكلوريه هون نرفع العلم اللبناني، لانه انت عم ترفع اسم لبنان مش عم ترفع شقفه قماشي مثل ما بفكر البعض، بالاضافه لانه مش بس العلم اللبناني، حد منه كمان العلم الاسترالي، لانه استراليا لها فضل كبير علينا، مثل ما بتعرف انت انه نحن كمغتربين من حق لنا نحن انه نمارس حقوقنا كلبنانيين هون بالاضطراب ونرفع علمنا اللبناني، ولا رفعت العلم اللبناني بالبرلمان، يعني ولايه نيو ساوث ويلز، يعني حقوقي محفوظه. انا بفتخر العلم اللبناني بيرمز لكثير اشياء. كيف جبت علم يعني؟ فرد علي يعني انا كنت رايح يعني بدي كم علمين 3 أو 4، بس فت على مكتبي عم بسألوا عندك اعلام لبناني، قام جاب لي كيس بلاستيك مليان كله اعلام، قلت له قديش سعر العلم؟ قال لي قديش سعره باللبناني، قلت له قديش فيه الكيس كله سوا؟ قال لي في شي 15، قلت له هات الكيس كله قماش كله قماش. نعم علم لبناني كبير كمان، وقلت انا قديش يعني متر؟ أكبر من متر والعرض شيء يعني شيء حوالي المتر، بس يعني يا ريتك جبت لي شيء علم معك. أنا علم وجاي مقدم خالي ما عندي ما عندي أرزتنا أستاذ شربل، ونحن شو أنا ركب علم عندي هون حطت كل الأعلام، بعرف ما أنت أرزتنا كيف ما رحنا وكيف ما جينا هالعلم. بدي أسألك عن الزبالة، كل اللي بيحكوا زبالة زبالة زبالة، بالشمال القات في زبالة كتير محل ما كنت. لا والله في قلة نظافة، بس النفايات المكبات النفايات انا الحمد لله وصلت على لبنان كان حل هذا المشروع. بيروت يعني بيروت ما كان بيروت ما في شيء الا قبل ما ارجع من لبنان باسبوع صار في سوء تفاهم من جديد على إقامة مطامر جديدة بالكارانتينا وبرج حمود والكوستا جرافا، يعني بجديد المتن وساحل المتن الشمالي، الامر اللي اضطر فيه الشيخ سامي جميل يرفض هالمشروع، هذا صارت العالم كب الزباله لانه توقفت الشركات او المؤسسات عن لم النفايات، هي المشهد الوحيد اللي شفته. بس في شغله بشعه باللبناني انه اكبر انسان فوضوي وقت اللي بده يعمل فوضوي، واكبر انسان نظامي وقت بده يعمل هو نظامي. يعني لاقول لك شغله استاذ شربل، انه اليوم صار مشكل بمنطقه جديد المتن، نعرف انه ما في ناس والكاميونات ما عم تلم الزباله من هالمنطقه هيدي، تكومت الزباله. يعني تصور اني رايح على مبنى تلفزيون تيلي لوميير تعمل مقابله، ما قدرت فت بالسياره، البنايه مش مبينه تبع التلفزيون من الزباله، اعلى من البنايه، وشوف سيارات عم تطلع فوق الزباله وعم تطلع ريحه بزياده، قلت وقفت سيارتي بعيد قلت لا يعني هذا مبنى تلفزيون حد منه، يعني مش معقوله يعني شوارع بيروت تكون فيها هيك، كله عملية تكسير كلمة أو تكسير رأس بين الوزير أكرم الشهيد، كلها نكيات. لكن اللي صار أنه اليوم المشكلة هون بالمتن، قام الشعب اللبناني قال لك هلا رجعت أزمة النفايات، قد منه قليل المروي بدل مثلا ما يشلح زبالته مثلا بنظام، قال لك ماشي الفوضى، صار يزتها ومن كان أنه بعده عن منطقة المشكل. يعني اليوم عندك المشكلة بالدورة بجديدة المتن تتوصل مثلا أنه لا ساحل كسر وين، بس انه جوني وطبي والمعاملتين وبعد منها لغزير او مثلا طبرجة هونيكي كل شيء تمام، لا عم تزتوا زبالة هونيكي، هيك بعقليته اللبناني بحب يزت كيس الزبالة. قديه كان ياخدك وقت من الشمال من طرابلس لبيروت يعني هو اذا ما في عجقة سير، ما هونيكي بدك تكون انت زكي تعرف اي ساعة بدك تنزل على بيروت، اذا بتنزل قبل الساعة 6 الصبح بتوصل على الوقت،
إذا تنزل على الساعة 7-8-9 يعني ما تحسب حسابك بقلب جوني، يعني هيدي عاجلة السير مرض ما أبدا لا محال، بالرغم من الأوتوسترادات العريضة. يعني عاجلة السير يا أستاذ شابل في سيارات بلبنان أكثر من العالم، يعني اليوم ما في عندك باصات الدولي مزبوط، ما في عندك القطارات مثل هون، ما في، يعني كل العالم بتسوق سيارة. بعدين الغلط إنه كل واحد بينزل بسيارة، مثلا هون بينزلوا 4-5 بيروح على الشغل مع بعضه، هونيك لا كل واحد بينزل بسيارته وخد عاجلة سير. يعني بدك من طبرجة تتوصل للدورة أحيانا ساعة، وهي إذا ما في سيارات ما في عاجلة سير بدك 10 دقايق. شو رأيك؟ يعني مرة أنا جاي عبالي غير، وقفت السيارة بعمشيت، قلت بياخذ الباص تبع الركاب العادي وبنزل على الدورة. كان عندي مقابلة بالتلفزيون يمكن ساعة واحدة، يعني مش معقولة هذا الباص ماشي عمله. وبعدين يعني ما في فوضى انه حاطط الموسيقى العالية، يا استاذ عجل شوي، يعني بشوف واحد ماشي من بعيد بفكر انه راكب بصير يزمر له، بوقف يحكي معه يا خي يمشي ما بقى يمشي. وصلت على الموعد؟ يعني من عمشيت للدورة وقلت له انا عندي موعد بدي اوصل على الدورة قبل الوحدة، يا ملي ولا يهمك توصل قبل الوحدة، وصلني وحدة نص وخمسة. مش عملت هونيك على الوقت، اتصلت انا انه مأخر، ولكن مش الحال انه بس انه بيطلع لك قلق من يومتها. ما لا بياخذ تاكسي ولا بياخذ الباصات هيدي ابدا ابدا للاسف الشديد، لانه كمان سائقي هذه السيارات او التاكسيات او الباصات غير لبنانيين. مظبوط، يعني عنده اتيتيود ما فيك تفهم، يعني بدك تشيله عن المقود وتزته برا قد ما بيطلع القلق. يعني بدنا نحكي عن الشقق، ما جربت تشتري شقة؟ شو أسعارهم؟ فتشت عنه ونسألت؟ هلأ الشقة ما فكرت اشتري لأنه أنا ما بحب أصلاً أقعد بشقة، بس ما سألت نعرف الأسعار. الأسعار كل سنة عن سنة عم تزيد. سنة 2013 بعتقد كانت أحلى شقة بتشتريها ب 100-120 ألف بالمناطق السكنية الجبلية، مثلاً 150 ألف ديلوكس حلوة. اليوم الأسعار بعدها هي زيتها وعم يصير في عمار جديد حلو هون. يعني اليوم كيف تشتري الشقة؟ بتشتري بالمتر مربع أستاذ الشربيل، ما في متر مربع بيصح لك على الساحل بين مثلا شكة تتوصل لبيروت وأكثر من $1000. يعني في منطقة اسمها العيبة عرض علي اشتري شقة منطقة العيبة بعد جبال بشوي، $1400 للمتر الواحد. يعني حسابك إذا الشقة 200 متر مربع 2800، يعني عندك $200,000 على القليلة حق الشقة، بس منطقة حلوة فوق البحر كبيرة 200 متر بتبقى. عم نقول إذا في عندك شقة أقل حسب أنت كم أوضة نوم بدك، بس أنا طبيعتي ما بدي شقة، أنا عندي أرض كبيرة واسعة. محل ما كنت أنت قديش كان متر العمار عم بينبيع؟ بنقول برج دبين كل منطقة بتختلف عن التانية. برج دبين منطقة الكورة هلا عم تغلى كتير، حتى بقلب برج دبين في 2-3 معمرين مثل ديوبلكس، هلا صار دارج بلبنان شيء جديد حلو مثل استراليا ديوبلكس. بالاول عملوا شقة فوق شقة، هلا صاروا يستفيدوا من الارض احسن. اذا 500 متر بيعملوها مثلا 2-3 ديوبلكس او 4 طوب اند ديوبلكس 4. هون ديوبلكس بنشوفه نحن بس شقتين، هونيك عم يعملوا 4 2 فوق بعضهم، يعني انه حلوين. والمتر المربع بقلب برج دبين مطلوب فيه $1000، هيدا بقلب الضيعة رخيص. $1000 بقلب الضيعة عم تحكي انت، يعني الشقة 100 متر ب 100,000. ايه بس ما في شقة ب 100 متر يعني. بعدين الشقة يعني بدك تتشارك انت والجيران، هونيك الديوبلكس ما مثل هون بيتين حد بعضهم، هونيك اربعة بدك الباركين، في باركين، بس انه $1000 لا، انا بفضل انا اشتري ارض برافو وعمر انا على ذوقي، لانه انا هذا حلمي اني انا عمر وسيج حوالي، يكون عندي بركه سباحه، يكون عندي منطقه للبركه وتزرع الفلافله. كبرني على الفلافله، جبت لتر فلافله ما تذكرني بالزراعه. بتصدق استاذ شربي كنت عم اعبي بنزين على طريق سرعيل، في عندنا محطه بنزين على مدخل الضيعه، وهذا الزلمه اللي جوا سالته قلت له هذا البستان هون لمين؟ قام قال لي لناس من عنا من الضيعة من بيت فرح. قلت له طيب ليك قديش بدك تتغسل السيارة؟ قال لي شي ربع ساعة تلت ساعة، لأنه عم يغسل على إيد غير مطريح في مكانين. قلت له غسل لي السيارة أنا رجع. فتت بالحواج تبع الجنينة مفتوحة، لقيت رجال كبير بالعمر، يمكن تذكرته بس هو ما بيعرفني. فتت أنا لقيت هالزريعة عنده زارع بندورة وقايمة البندورة واللوبيا الخيار بالأرض،
طلعت لقيت شات الفليفلي من قربت هيك قلت له يعطيك العافية يا عم. قال لي الله يعافيك. نعم. قال لي هلا البندورات اخذتهم البنت صاروا على الطريق. ما نجي اشتري بندورة، انا جاي من استراليا وحابب هيك الزريعة تبعتك لانه بحب الزريعة انا. لقيت هذا غصون البندورة منو مربطة منيح يا حرام، انه زرع بندورة. بنته راح تبيع البندورة على الطريق؟ على الايه هلا على الطرقات بيبيعوا ارخص من المحلات، بس بندورة بس بيثمن طعمتها اطيب من هيك ما في. انا جبت بذر البندوره، جبت بذر خيار، جبت بذر فليفله، جبت من جميعه من هنيك. ليه؟ لانه السيد الشربي ما بتصدق طبيعه الارض اللي عندنا. راس البندوره حطوه قدامي بالميزان طلع 1.95، يعني مليان راس البندوره هيك. قلت لها للبنت اللي عم تبيع هنيك بدي بذر منه بالقوه، بدي لها تروح واجي على شي جمعتين ما تجيب لي بذر. بتقول لي يوم ايه يوم لا. من بنته للزلمه؟ ايه نعم، من سرعيل من بيت منصور. قلت لها انا بدي بذر. ام دلتني على مشتل خصوصي، قالت لي اضمن لك لانه بدك ياخذ معك على استراليا، زبطيك يوم فلت بيشلحوك يوم او شيء الكاستمز. ام رحت على المشتل اللي دلتني عليه على طريق عمشيد. ما شاء الله يا سي الشربل، شو ما بتطلب بذر ايش ما بدك. وقلت لهم انا مسافر مغلفين خالصين، مرقوا على المطار بدون اي مشكله. نشكر الله لانه يعني هلا الارض استراليا غير عن ارض لبنان، بس انا اول مره بشوف راس بندوره قد البطيخه. الله يزيده. باخر الحديث شو بدك تقول للمغتربين؟ انا مغترب بس انا بكره كلمه مغترب. ما لو انت جاي هلا شو بدك تقول لهم عن بلادهم؟ ما يصدقوا انه نحن فعلا انه منسيين. اصلا لبنان بحاجه لنا، ولبنان اذا كل واحد بينزل بيعطيه شويه محبه على القليل بنعلم هالشعب اللي هونيك كيف يحبوا لبنان. لانه انا شفت حتى بالضيعة اللي هي بتدعي انها هي بتحب لبنان، ولكن اني بعاد شوي صغيره عن الواقع اللبناني. وقت بيلاقوا المغترب جاي من كل قلبه يعمل شيء او حابب لبنان، حابب طبيعه لبنان، حابب يعني انه على القليل ويسوه شوي وطلعوا عليه ما تظلموه او لا تعاكسوه او مثلا ولا تحاربوه. لانه كان في بزمن معين كان في عندك ناس تغار مثلا انه انا جيت من الغربه واشتريت فجاه ارض وبدي اعمر عندهم. انه اليوم ما عاش في منها هيدي، اليوم اللبنانيين بيحبوا بعضهم. يعني انا بقول لك رجدبين مش ضيعتي، ولكن حبوني كاني ابن الضيعه. انا كنت بس انا بسرعيل كل يوم اطلع على سرعيل وكل اهل سرعيل بيحبوني وانا بموت على سرعيل وانا بكيت. عملت اخر فيديو بسرعيل. سرعيل الساحل هيديك جبل؟ لا، سرع الأعلى من رجدبين. أعلى من رجدبين؟ طبعا نحن سرع على طريق اهدين على الأوتوستراد اهدين نحن تقريبا. بس أعلى من رجدبين؟ اي نعم، رجدبين شي 700 متر عن سطح الأرض، نحن شي 800. تتلج عنكم بالسرعين؟ طبعا تتلج أكثر من الكورة من كلها ساحل يعني تقريبا. نحن بسرنا تقريبا بجبل. يعني نحن محظوظين، ولكن المنطقة صغيرة الزاوية منها منتعشي اقتصاديا وتجاريا مثل منطقة الكورة. يا أخي منطقة الكورة بعشر دقايق بتصفي على أوتوستراد بيروت، بخمس دقايق أو ربع ساعة بتصفي بطرابلس. يعني منطقة الكورة نقطة وصل بالوسط يعني المنطقة. وبعدين تحسنت فيها محلات كتيرة، شركات، سوبر ماركت، مصانع، يعني صار فيها يعني كتير كتير تقدم اقتصاديا. هالشي ما بتشوفه منطقة صغرتها إلا بصغرتها مثلا، مدينة صغرتها مثلا. وابن السرع ما فيك ينزل كل يوم على صغرتها، بده يطلع طلع طريق طويلة على حرش وكرم سدي وينزل، بده شي 3 أرباع ساعة على القليلة أو على القليلة نص ساعة، بينما بده 10 دقايق بصفي الكسبة بالكورة ومدينة. صحيح الأرض غالية، يعني هلا بقول لك بسرع إذا المتر المربع حقه $100، المتر المربع حقه $100، في مطاريح 70 او 50، بس بمنطقة الكورة عندك من 200 و300 و400. شوف الفرق، مع انه في خمس دقايق سواقة بين اثنين يعني مسافة. بس هلا اذا بدك تشتري ارض ما بتحب تشتريها مرو؟ اي ارض بلبنان انا هي تغمرني وفيني اعيش عليها. اي ارض ما عندي، انا عندي ارض بلبنان بس انا حابب منطقة الكورة مثل ما كنت عم اقول لك اقتصاديا و يعني مزدهرة اكثر، وعندي اصحاب كتير وعلاقات كتيرة. وناهيك عن ذلك المستشفيات قريبة، مستشفيات قريبة، الاطباء قريبين، وعندك سوبر ماركت كتيرة. بينما السرعة الكلة وكبرى فيها سوبر ماركت واحد مثلا، يعني انه مع احترامي لانهم هيدي يعني المقدورية اللي عندهم. بس انا تعودت على الحياة السريعة استاذ شربين.
أنا كل يوم بطلع على سرعين وبأكل وبشرب بسرعين، بس ما فيني أسكن بسرعين. أنا تقوت على الحياة السريعة، مش لأنه بسدني عشت هون، بس كمان بلبنان أنا ابن طرابلس، لا تنسى أنا عشت 17 سنة بطرابلس ابن مدينة، بحب روح وإجي، بحب الحركة، ما بحب أنا أقعد وجهي وجه الحياة يعني، عرفت كيف؟ يعني بسرعة كنت أطلع كل يوم على سرعة، كنت شوف نفس الوجوه. وبعدين الشيء اللي احنا بتأسف له بولاد سرعة، هي الضائعة الوحيدة اللي بيهاجروا أهلها وهن الوحيدين ما بيجوا على سرعة وبيعملوا شيء. هلا قالوا لي أنت رح تكون واحد منهم، لا أنا عندي أرض بسرعة بس ما في حيوية، ما في حركة. بينما أهل طرزة أهل رجدبين بيسافروا ما خبر في حي صار كبير، جبل عمروه ولاد طرزة بس ولاد كندا، بيسموه الحي الكندي. قد ما في فيلات جديدة بيجوا كل سنة بيصيفوا بيصرفوا مصاري بيرجعوا. نحن عنا مغتربين بسرعة صارون آدم من ولاد طرزة وغير ضيع، بس 5% معمرين، ما في حركة بالضيعة عنا. مرون ما بينسمع منك، الله يحميك، لا بدنا نعمل إيديتينج ولا بدنا نعمل أي شيء. نحن بنشكرك على هالحديث وإن شاء الله بنلتقيك مرة تانية. شكرا سيد الشربل، وتحية كبيرة لتلفزيون الغربة، وإن شاء الله بننتهي من هالغربة مثل ما قلت بلبنان، لأنه قلت لهم لبنان تركته وكنت صغير، كان في عندي جمرة حنين صغيرة فكرتها حتنطفي فوق البحر، ولكن كبرت يا سيد الشربل مثل ما قلت وصارت صخرة كبيرة وعم تحرق أكثر. وإن شاء الله كل لبناني مش بس بيحمل علم لبناني أو بيحب لبنان يزور لبنان ويطمن عن لبنان، لو كان يعني نفتكره إنه واحد قريب لأنه عم يزوره بمستشفى مريض، بحاجة لأن لبنان لو كان مريض. نحن منشكرك وممنونك على هاللقاء.